عذبا تنزلت يا قرآن تنزيلا على النبي فرتل ذاك ترتيلا دعوتنا لإله لا شريك له عذبا تنازلت يا قرآن تنزيلا لما نزلت أتم الله نعمته مفصلا كل شيء فيك تفصيلا في بيناتك آيات تعلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين والتحايا مفاتيح القلوب، مرحب بكم في هذه الحلقة ومن مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن وتدريس علومه، وما زالت المسابقة مستمرة. من راح يواصل ويانا المسابقة من القراء والطلبة؟ هذه اللي راح نعرفها إن شاء الله، وخلوكم معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حسبك يا عيسى. تفضل شيخ عمر. شيخ عيسى كيف حالك؟ عسى الله يفتح عليك ويشرح صدرك. تبارك الله، يعني التجويد ما عليه غبار، ولكن تحتاج الشيخ عيسى الأداء شوي. تسمع حق مشايخ طبعا؟ نعم. أمثال شيخنا شيخ أنس. والنعم والله. أبيك عيسى تسمع وتحاول تطبق وتطلع يعني بصورة عيسى أحمد عيسى الحمدوني. الناس يعني المصلين إذا سمعوك يقولون هذه عيسى، يعني تحتاج تسمع وتطبق أكثر. عسى الله يوافقك إن شاء الله. سام إن شاء الله. جزاك الله خير يا عيسى على هذه التلاوة المجودة الطيبة. عندي ملاحظة يا عيسى، في ابتدائك في القراءة قرأت بالاستعاذة ومن ثم بدأت ولله ملك السماوات والأرض. هذه في علم التجويد إذا استعذت ومن ثم لفظ الجلالة هنا، يعني يفضل أنك أو يعني من باب يعني إحنا نقول يستحسن أنك تبسمل في هذه البداية. تجويدك ما شاء الله قوي، متمكن في أداء الأحكام، الله يوافقك وأتمنى لك كل التوفيق. أنا ودي بس أشوف الابتسامة، يعني مرة هل هو توتر ولا ها؟ استماعي ما لحاطتكم. الله يفتح عليك. لا هو ما شاء الله يعني صراحة قراءة مشوقة وأداء متميز، الله يفتح عليك. طيب يا عيسى، من خلال طبعا حافظ القرآن صح؟ نعم. هل تجد هناك تعارض بين القرآن الكريم وبين الدراسة؟ عليك هناك تعارض يعني بين هاي الشيئين. لازم من الواحد يكون يوازن بين الشيئين عشان يكون يرتقي بشيئين مع بعض. هل أثر القرآن في حياتك؟ أكيد. كيف؟ أولا الأخلاق تعدل تزين بالأخلاق. نعم. يعني القرآن يعني رفع خلاق لي يعني بل مستوى ثاني يخليك إنسان آخر. الحمد لله، نسأل الله أن تكون منهم يا عيسى. آمين. الله يفتح عليك عيسى. لو اتصلوا فيك البرنامج قالوا لك أنت تأهلت معنا، طبعا بتكون ويا مدرب من هالمدربين الثلاثة اللي قدامك، من بتختار؟ طبعا ها، ولا بعدين لكل حادث الحديث إن شاء الله بعدين. ها إن شاء الله. عموما الله يوافقك إن شاء الله،
ومقدما مبروك التأهل. الله يرفع قدرك بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا عيسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. حسبك يا أحمد. تفضل شيخ عمر. تبارك الله ما شاء الله عندك إمكانيات بس أحس عندك أفضل من ذي صح؟ بس مرتبك شوي صح؟ أحمد طال عمرك عندك الخيشوم تقرأ من الخيشوم وايد سكن. بالعكس الزكام يساعدك إنه ما تقرأ من الخيشوم يسد لك الخاشم. يعني أعطيك مثال عندك حتى في الياء ما شدت عدل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يعني ترفع وتنزل تأخذ روحتك يعني تفسر لنا الآية براحتك أنت وتريحنا وياك. عسى الله يريحك دنيا وآخرة. قول آمين. سامي الشيخ عجبني فيك التأني في القراءة. يعني أحس فيك تحاول أنك تفسر الآيات تلاوتك ولكن تفسير الآيات ما يكون برتم يعني تمشي على رتم واحد. ناس ما تفضل شيخ عمر في مواضع ترفع من صوتك يعني حتى المستمع اللي قاعد يستمع معاك يتأثر بتلاوتك. تبي نواصل في الملاحظات ولا اللي رايحك؟ لا أنت تحس روحك لحن في قابلية ولا خلاص نكتب. عموما ما شاء الله عليك الله يبارك فيك يا أحمد. جزاك الله خير. مشاهدين الكرام معنا الطالب أحمد توه طالع من اللجنة. أحمد بشر. الحمد لله. شنو شو قالوا لك الجماعة؟ الأمور طيبة بعض الملاحظات إن شاء الله. مثل شنو ملاحظة قالوا لك؟ ملاحظة الخيشوم. بعد؟ بس الله بس هاي الملاحظة ها؟ إن شاء الله حطها في بالك إذا أكيد. تأهلت ويانا إن شاء الله تفاداها. أكيد. ماشي؟ الله يوفقك إن شاء الله. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. حسبك يا علي. لن بشر علي. الحمد لله. سويت زين. سويت زين. شو قولك يا جماعه؟ يعني زين يعني بس قوي الاداء شوي عندك ضعيف. شو الملاحظات تقولك هذا الاداء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق
الحق ذلك ما كنت منه تحيد. حسبك يا يوسف. تفضل الشيخ. يوسف كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وسلم يا يوسف، طال عمرك تحتاج تأني في القراءة، خليك يعني ركز في تلاوتك، خذ نسم من خشمك وطلع من بوزك. عندي ملاحظة في كلمة وجاءت، الهمزة هني ما حققتها، فأتمنىك تسمع هذه المقطع نفس اللي قرأته، اسمع أنت لين خلاص من التلاوة، اسمع المقطع اللي قريته وشوف أنت إيش قدمت. أدائك حلو وقراءتك طيبة زين، لولا السرعة زين، لأن السرعة إذا تقرأ بسرعة الأحكام يعني بعد نفس الشيء تطير عنك بسرعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. حسبك يا عبد الله. تسمع حق مين من القراء؟ أسمع حق أحد. أبدا؟ لا أسمع. ساعات أسمع. لا أسمع عشان تطور من أدائك. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ما قاعد تلذذ أنا في الآية، غير لما أقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. سمعت شلون؟ فارق بين ذي وذي يعني. أسأل الله يوافقك إن شاء الله. مشاهدين الكرام، معنا من أصغر المتسابقين من مركز عبد الله بن مسعود، وهو الطالب محمد دريس. محمد، محمد في أي صف؟ الخامس الابتدائي. أي مدرسة؟ المعدين الابتدائي. ما شاء الله، كم تحفظ من القرآن؟ 4 أجزاء. ما شاء الله عليك. إن شاء الله، شنو شعورك؟ متردد شوي. متردد؟ ولا والله إن شاء الله بحقق؟ إن شاء الله بحقق. يعني راح تقنعهم إن يختارونك؟ إن شاء الله. تواصل ويانا بقية الحلقات؟ إن شاء الله. نشوفك في الحلقة الأخيرة إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله؟ بإذن الله. الله يوفقك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. حسبك يا محمد، جزاك الله خير على هذه التلاوة. تفضل شيخ. محمد كيف حالك؟ الحمد لله. أسأل الله يفتح عليك ويشرح صدرك. قول آمين. آمين. محمد عندك نون وليس نون، لا تخرج من الغيشوم. حلو. عندك ماء وليس ماء، خطأ. بمجنون، حتى ذي طلعها من شفتين، مو من الخيشوم، مخرجها من وين؟ من الشفتين. وكعموم أسأل الله يفتح عليك إن شاء الله يوافقك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاغرة. حسبك يا يوسف. عبد الله في مدرسة؟ معهد ديني. أي صف؟ أول إعدادي. كم تحفظ من القرآن؟ 8 أجزاء. ما شاء الله عليك. عبد الله بتواصل؟ إيه. ولا؟ إن شاء الله. شنو بتفاجئهم؟ شنو عاد الشيء بتفاجئ المدربين؟ إن شاء الله أفاجئهم ويحسون بالصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتقرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا حسبك يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان حسبك بارك الله فيك تفضل شيخ الله يفتح عليك إن شاء الله قول آمين إن شاء الله عندك في الحاءات الرحمن الرح علم الخ... لا الرحمن افتح علم القرآن خلي يعني صوتك مفتوح لا تكتم صوتك حلو الله يوافقك إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك يا علي على هذه التلاوة الطيبة عندي ملاحظة بسيطة في الآية الثانية أو الآية الثالثة خلق الإنسان أنت الخاء هني رققت هواي قلت خاء هذه خطأ هاي الملاحظة اللي عندي وزاك الله خير على هذه المشاركة أشوفك متوتر شوي ولا لا عادي يعني عموما قراءتك حلوة ما شاء الله أداك رائع إنزين بس ودنا شوي تركز على التجويد أكثر مشاهدينا الكرام معنا أحد المتسابقين من مركز عبد الله بن مسعود معنا الطالب فهد حنتوش العلي فهد جاهز حق المسابقة؟ إن شاء الله جاهز يعني شنو جاهز بتفوز ولا بس ها مشاركة؟ بتحمس وحاب أكون المركز الأول إن شاء الله بيختارونك مدربين يعني؟ إن شاء الله راح تقنعهم؟ إن شاء الله راح أقنعهم إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق الله يوفقك يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير حسبك يا فهد عندي ملاحظة بسيطة جدا عندك في إن الله هني الغنة أنت مريت عليها بسرعة إن الله سميع أنا يعني أتمنى منك أنك تشبع مكان الغنة يا فهد في أي مدرسة أنت؟ مدرسة عبد الرحمن ناصر عبد الرحمن ناصر كم تحفظ من القرآن؟ ثلاثة أجزاء شلون حفظك في ثلاثة أجزاء؟ الحمد لله زين تراجع باستمرار؟ طيب الله يجزيك خير على هذه التلاوة يا فهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا حسبك يا أسامة دائما في المسابقات اللي فيها أداء وتجويد وفيها حسن أداء وصوت لا تقرأ شيء
ما قرأته على شيخك، لأن احتمال كبير أنك أنت تخطأ فبتضيع عليك درجات وايد. أنا أشكرك صراحة على المشاركة هذه، إن شاء الله الأعوام اللي جاية يكون أدائك أفضل بكثير. وعد بسألك سؤال، أنت قريتها على شيخك قبل ما تقرأها علينا؟ لا. شفت شلون؟ كم تحفظ من القرآن؟ 17. ما شاء الله. شو تحس؟ شنو شعورك وانت داخل عليهم؟ شوي متوتر. متوتر؟ إيه. زي خذ نسم كذي عميق وشوية ثقة بالنفس ورش عليهم، ربي يسهل أمورك. الله ييسر أمورك إن شاء الله. يلا توفيق إن شاء الله. حيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حسبك يا أحمد، جزاك الله خير. تفضل. الله يفتح عليك يا أحمد. عرفت بأي مقام قرأت؟ دمشق. بالعجم ثم النهاوند. الله يفتح عليك يا أحمد. عندي ملاحظة. يا أيها النبي، هني تشديد بين في الغنى نظم شفتينك. النبي إم خطأ. إن افتح. الله يوافقك إن شاء الله. أطرابتنا اليوم، الله يجزيك خير. تفضل شيخ. بارك الله فيك يا أحمد على هذه التلاوة الطيبة الخاشعة. إلا أن القراءة لا تخلو من بعض الأمور اللي إحنا نقول فنية. عندك في كلمة واتبع، يعني العين المفروض كانت ما تمشي عليها بسرعة. تقرأت واتبع ما يوحى إليك من ربك. العين عطها حقها، أشبعها. جزاك الله خير. تفضل الشيخ. جزاك الله خير. كيف حالك يا أحمد؟ طيب. طيب حق من تسمع من المشايخ؟ وايد. مثل أكثر واحد تحب تسمعنا؟ نوع. الشيخ بندر بليلة. نعم. الشيخ عبد الله خياط رحمة الله عليه. نعم. الشيخ علي الجابر رحمة الله عليه. ما شاء الله. محمد النشاوي. يعني تحب تبحر ما شاء الله ويا القراء ها؟ هي. الله يبارك. عموما أداك حلو وتلاوتك طيبة، وأتمنى ملاحظة المشايخ تأخذها بعين الاعتبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. حسبك يا عمر، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك
أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. حسبك يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل أحد. الزانية والزاني فاجلدوا. فرق بين الكسرة والياء. الزانية والزاني فاجلدوا. زاني فاجلدوا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حسبك يا خالد. ما شاء الله تبارك الله صوتك جدا جميل ولكن فاتتك بعض الأحكام لازم تنتبه لها. أعوذ بالله أعوذ وليس أعوذ بالله منش. حلو. عندك اللي نبهتك عليها الزانية والزاني فاجلدوا وليس والزاني فاجلدوا. جزاك الله خير يا خالد على هذه التلاوة المتميزة. خالد عندي ملاحظة. أنت وقفت وأنزلنا فيها آيات. آيات شنو؟ شنو الخبر؟ آيات شنو؟ آيات بينات لعلكم تذكرون. لو أنت قبل تقرأ هذه المقطع يعني عرفت أنت في وين بتوقف، خصوصا هذه الآية سطر واحد كنت تقدر تأخذها في نفس واحد، ولا ايش رايك انت؟ بس انا عندي ضيقه شوي بالتنفس، نفسي يصير يعني ما اقدر اكمل ايات. بس اذا كان عندك هذه المشكله حاول قدر المستطاع او قدر الامكان انك ما تقف في اي مكان، لان هذا راح ياثر على دراستك في الوقف والابتداء. ما شاء الله صوتك ندي وادائك رائع، بارك الله فيك وجعلك الله قرة عين لوالديك. امين. واحسنت، بارك الله فيك. بس ولا خلاص؟ لا خلاص. زين تبي نعطيك بعض الملاحظات ولا يكفي؟ يكفي. يكفي؟ ما تبي ملاحظات؟ لا ما يحتاج. والله براحتك. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وكان الحصاد أكثر من المتوقع وأصر مدربون حقيقة على مواصلة هذه المهمة. هل سيستمر الأداء على نفس المستوى أم أن هناك مفاجآت ثانية؟ هذه اللي راح نعرف إن شاء الله مع حلقة ثانية وحلقة أخرى، فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عذبا تنزلت يا قرآن تنزيلا على النبي فردت لك ترتيلا دعوتنا لإله لا شريك عبدا تنادي.